السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأكارم من تلفزيون جمهورية جيبوتي، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المفصلة لهذا المساء، وأستهل بأهم عنوان. مسيرة شعبية تطالب رئيس الدولة للترشح لولاية رئاسية جديدة. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها يبدأها زميل مجد المقبلي. حياكم الله. شهدت مدينة جيبوتي يوم أمس الأحد مسيرة حاشدة تأييدا لترشح رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة إجراؤها في شهر إبريل من العام القادم. مزيد من التفاصيل مع الزميل خضر علمي. خرج الشعب الجيبوتي بكثافة يوم أمس الأحد تأييدا لفخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيل للترشح لولاية رئاسية جديدة، معربا عن تمسكه في سياسته وحكمته الرشيدة. ونزل جمهور غفير من الرجال والنسوة إلى شوارع العاصمة قادمين من مختلف الدوائر والأحياء الشعبية وضواحيها. هذا ولم تشهد العاصمة جيبوتي مسيرة شعبية من قبل تأييدا لفخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيل قرب الانتخابات الرئاسية المقرر في العام المقبل، ولم يشهد التاريخ المحلي لبلادنا مثل هذه التظاهرات الشعبية. وتوجهت هذه المسيرة الشعبية من شباب ورجال ونسوة إلى ساحة قصر الشعب للتعبير عن ثقتهم وتمسكهم الشديد برئيس الدولة للترشح لولاية رئاسية جديدة ومواصلة قيادة البلاد، مشيدين في هذه التظاهرة بالمشاريع الضخمة التي تم إنجازها في ظل حكم الرئيس جيلي. وأشار منظم هذه التظاهرات الشعبية إلى أن هذه المسيرة نظمت من قبل ممثلي المجتمع المدني، وتقدر عدد المشاركين في هذه المسيرة الشعبية إلى حوالي 150 ألف شخص، أي ما يتجاوز بكثير ثلثي عدد الناخبين. وجرت هذه المسيرة في جو سادته الطمأنينة وكانت خالية من أي عنف، وحمل المشاركون لافتات وصور لفخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي مطالبين من رئيس الدولة بالترشح لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والبقاء في سلطة الحكم بعيدا عن أي تغيرات وإلى أي مصير مجهول، راجين فخامة رئيس الجمهورية إلى تلبية رغبة هذا الشعب الغفير الذي خرج لدعمه والوقوف بجانبه. بدورهم أكد المتحدثون باسم المجتمع المدني عن تمسكهم بفخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي داعين إياه إلى الترشح لولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. أتينا هذا بالجمال ومتجمعين نرجوك أن تبقى لنا يا فخامة الرئيس، نرجوك أن تفخم لنا، أبقى الشعب يريدك، أبقى يوجد أبقى يا إسماعيل الشعب يريدك يا إسماعيل. أحيي جميع الحاضرين دون استثناء وأشكر كل من ساعدني للوصول إلى هذه المنصة مني ورغبة شخصية. في البداية أحارب أن أعرف عن نفسي، أنا لاجئة يمنية لديكم مثلي مثل غيري من اليمنيين الذين أضطروا لمغادرة بلادهم نتيجة الحروب الداخلية والخارجية على حد سواء. أغلق الكثير أبوابه في وجوهنا بينما سجلت جيبوتي الشقيقة بقيادة زعيمها الإنسان إسماعيل عمر موقفا بقيادة زعيمها البطل الإنسان إسماعيل عمر موقفا تاريخيا عظيما مع اليمن وشعبه. استقبلتنا جيبوتي بوجعنا ونزيفنا دون شرط أو قيد أو مدة محددة رغم صغر مساحتها ورغم إمكانياتها المحددة، لكن الشعب الجيبوتي غني بكرم أخلاقه، فكيف عسانا أن نشكر قيادتكم وشعبكم لحسن استقبالنا وكرم ضيافتكم؟ وقد اقتسمتم بيوتكم ولقمتكم بيننا لدرجة أننا في جيبوتي نشعر أننا في إحدى المحافظات اليمنية.
لأنكم كنتم لنا في عز محنتنا نعم الإخوة، فنحن لا يسعنا إلا أن نبادلكم الحب بالحب والوفاء بالوفاء. من حسن الحظ أنه تزامن وجودنا بينكم مع هذا الحشد المهيب من أبناء الشعب الجيبوتي للمطالبة ببقاء فخامة الرئيس إسماعيل عمر على سدة الحكم. والحقيقة بأننا من خلال وجودنا بينكم لاحظنا ما قد وصلت إليه دولتكم الموقرة من تطور كبير، ولاحظنا هيبة عظيمة للدولة فرضت احترامها على الجميع بتطبيق القانون على كل فرد كائنا من كان، وهذا يفسر ما تتمتعون به من الأمن المستتب لديكم، حيث أن الأمن قبل الإيمان. كما لاحظنا ما تتمتعون به من الحرية الشخصية على مستوى الفرد والتي يحلم بها كثير من الشعوب. أيضا لاحظنا احترام مقدس للمرأة. توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستوصي بالنساء خيرا، ولم أجد شعبا يستوصي بالمرأة خيرا أكثر من جيبوتي. وفي نشرتنا المحلية أيضا استقبل وزير العمل والإصلاح الإداري السيد عبد حسين أحمد في مكتبه صباح اليوم مسؤولية التعاونية الطبية الكندية المتخصصة في مجال الإسعاف الأولي، وبرفقة هذه البعثة الطبية الكندية في هذه الزيارة المديرة العامة لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيدة هنا فرح عسوي. وكان هذا الوفد الكندي بقيادة رئيس الإدارة التعاونية الطبية ألان غوردون، ويتكون من مدير العام وأطباء متخصصين. تهدف هذه البعثة إلى تشخيص احتياجات الضرورية في الهياكل الصحية التابعة لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتقدم الخبرات والدورات التأهيلية في هذه المجال. وخلال هذا الاجتماع ناقش الطرفان طرق وسبل توطيد هذه الشراكة بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعاونية الكندية. عقد صباح اليوم في فندق كامبيسكي بلاسا ورشة لتقييم عملية توفير الأدوية وتحسين النظام الصحي في جيبوتي. مزيد من التفاصيل مع الزميل خضر علمي. عقدت صباح اليوم في فندق كامبيسكي بالاس ورشة لتقييم عملية توفير الأدوية وتحسين النظام الصحي في جيبوتي. ترأس أعمال هذه الورشة وزير الصحة دكتور قاسم إسحاق عثمان، وبحضور السفير الأمريكي المعتمد لدى بلادنا سيد توم كيلي وممثلة الوكالات الأممية وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية، إضافة إلى كوادر من وزارة الصحة. وتهدف هذه الورشة إلى تقييم نقاط ضعف في توفير الأدوية ونظام توفير الأدوية وإدارتها، وذلك من خلال تنفيذ جودة العمليات اللوجستية والأداء الأفضل واحترام معايير التخزين وقدرة الهياكل الصحية المستفيدة في إدارة توزيع الأدوية. وخلال أعمال هذه الورشة قدم الخبراء الوطنيون مختلف الملاحظات والنتائج المرجوة لتوفير الأدوية ذات الجودة للهيكلة الصحية. وفي مداخلة له أشار سفير الولايات المتحدة الأمريكية سيد توم كيلي خلال افتتاح أعمال هذه الورشة، أشار إلى أن الشراكة المتينة القائمة مع الحكومة الجيبوتي منذ بداية هذا العام أدت إلى طلب الدعم للنظام الصحي في جيبوتي، وذلك من خلال توفير الأدوية. وخلال الأشهر الماضية قامت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركائها في نظام إدارة الأدوية بالتعاون مع وزارة الصحة ومركز بيع الأدوية والمعدات الأساسية لتقييم الأداء الحالي في توفير الأدوية، وعمل متصب وزارة الصحة بالتعاون الوثيق مع شركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدراسة وتقييم البنيات التحتية الصحية المتواجدة في جيبوتي. ويهدف الاجتماع هذا الأسبوع إلى مراجعة نتائج التقييم الأولية لتشخيص المراحل القادمة بغية تحديد الطرق العمل معا للوصول إلى هذه الأهداف ومواصلة العمل. وفي كلمة له أوضح وزير الصحة الدكتور قاسم إسحاق عثمان أن دائرته تولي اهتماما كبيرا في توفير الأدوية ذات الجودة في الهياكل الصحية. مجددا مع خضر علمي.
وفي كلمة له أوضح وزير الصحة دكتور قاسم إسحاق عثمان أن دائرته تولي اهتماما كبيرا في توفير الأدوية ذات الجودة في الهياكل الصحية، وخلال أعمال هذه الورشة سيقوم الخبراء الوطنيون بتقييم مختلف الملاحظات والنتائج المرجوة، وذلك من خلال جلسات العمل وتبادل الآراء وتشخيص المحاور الاستراتيجية لوضعها في الإطار الوطني لتحسين وتوفير جودة المنتجات الصحية. وستندرج آليات التمويل والتخطيط لكل محور استراتيجي في عملية مفصلة لتنفيذ خطة العمل. وأطلب من الجهات المعنية أمثال مركز كام وشركاء الممولين والفنيين وبرامج الصحة بشراء الأدوية والتنسيق في الطلبات لتحسين النظام الصحي وتقييم قائمة وطنية للأدوية والمعدات الأساسية ووضع نظام لتسجيل الأدوية بغية سيطرة على سوق توزيع هذه المنتجات الصحية في بلادنا. وتقدم ببالغ الشكر إلى الحكومة الأمريكية عبر سفيرها وممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتلبية طلبنا لدعم النظام الصحي وتقديم مجموعة من الخبراء لدعمهم المتواصل في إطار توسيع التغذية الصحية على المستوى المناطق في مجال الصحة، وذلك من خلال بناء وتجهيز المراكز الصحية. قام وزير الصحة الدكتور قاسم إسحاق عثمان صباح اليوم بزيارة تفقدية لمستشفى بلتي العام، وذلك للوقوف على أوضاع المرضى المستفيدين من العمليات الجراحية المجانية لمخيم الأمل الطبي الثاني في جيبوتي. مزيد من التفاصيل مع الزميلة حسنة عبد يحيى. كان برفقة الوزير في هذه الزيارة كل من السفير الجيبوتي في الكويت السيد محمد علي مؤمن والسفير الكويتي في جيبوتي السيد فائز بن مجبل المطيري، إضافة إلى المدير الإقليمي للجنة إفريقيا للإغاثة دولة الكويت السيد عبد الغني. هذا وتقيم وزارة الصحة الجيبوتية هذا المخيم الثاني من نوعه بالتعاون مع جمعية العون المباشر الكويتية ومستشفى الرحمة في بلبلة. ويضم المخيم الذي بدأت أعماله في يوم السبت الماضي في مستشفى بلتي العام ومستشفى بلبلة ومستشفى الرحمة 32 طبيبا ومساعدا في التخصصات المختلفة كجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية والجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والعيون وجراحة التجميل والتشوهات الخلقية والشفة الأرنبية. ويتم إجراء هذه العملية التي تستمر حتى الخامس من شهر نوفمبر الجاري مجانا، حيث من المقرر إجراء 400 عملية جراحية. ووفقا للقائمين فقد أجرى الطاقم الطبي الكويتي خلال اليومين الماضيين نحو 160 عملية جراحية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة وسابقتها تم التنسيق لها من قبل السفير الجيبوتي في الكويت السيد محمد علي مؤمن بدعم من السفير الكويتي في جيبوتي السيد فائز، فضلا عن رعاية معالي وزير الصحة الدكتور قاسم إسحاق عثمان. وفي تصريح لوسائل الإعلام شدد السفير الجيبوتي في الكويت على أهمية هذا المخيم للمساهمة في جهود وزارة الصحة لتوفير الرعاية الطبية للمرضى مجانا، مشيرا إلى أهمية هذه اللفتة الكريمة من الأشقاء بدولة الكويت تعكس متانة العلاقة الأخوية والتعاون القائم بين البلدين وبخاصة في القطاع الصحي. وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن وزير الصحة سيقوم في يوم الأربعاء المقبل بزيارة تفقدية مماثلة إلى كل من مستشفى بلبلة ومستشفى الرحمة للإطلاع على أوضاع الجرحى المستفيدين من مخيم الأمل الطبي الثاني الذي تقيمه الوزارة بالتعاون مع جمعية العون المباشر الكويتية ومستشفى الرحمة في بلبلة. بدوره نوى السفير الكويتي في جيبوتي السيد فائز بن مجبل المطيري أن مخيم الأمل الطبي في جيبوتي يأتي بتوجيه من الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت وقائد العمل الإنساني. وعبر السفير عن ارتياح للعلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين الشعبين الشقيقين
التي شهدت في الفترة الأخيرة تطورا لافتا شمل مختلف المجالات. هذا الفريق هو رسالة من أهل الكويت إلى إخوانهم أهل جيبوتي، رسالة تعاون ورسالة محبة يقولون فيها نحن منكم وإليكم ومعكم. الفريق الطبي يقوم عليه نخبة من الأطباء الكويتيين الذين يتبعون القيم الروحية التي يؤمنون بها والمعاني السامية لمهنة نبيلة، وأتوا من دولة الكويت التي تم اختيار أميرها قائدا للعمل الإنساني ليؤكدوا على هذا الاختيار. فالفريق يقوم بالعمليات الجراحية للمرضى الذين تم اختيارهم من قبل سلطات وزارة الصحة الجيبوتية. وبهذه المناسبة أنا أتقدم بالشكر الجزيل إلى الحكومة الجيبوتية وإلى وزارة الصحة وعلى رأسها وزير معالي وزير الصحة. وأيضا نتقدم بالشكر إلى الأخوة القائمين في المستشفيات التي يتم فيها إجراء هذه العمليات. وأيضا الشكر موصول إلى جمعية العون المباشر، هذه الجمعية التي قام بها وشخص من المشهود لهم في العمل الخيري المغفور له بإذن الله الدكتور عبد الرحمن الصميط، الرجل الذي عرفته أفريقيا رجلا للخير. وأيضا الشكر موصول إلى الإخوان الرحمة العالمية الذين قاموا بالترتيب لهذا العمل الإنساني، كما أيضا نشكر سعادة سفير جمهورية جيبوتي لدى الكويت سعادة سفير محمد مؤمن أيضا لتعاونه ولتسهيل مهمة هذا الورد. نظمت صباح اليوم أعمال ورشة تأهيلية وفنية حول الحاسوب في القطاع العام والخاص، وتهدف إلى تأهيل الفنيين في مسألة مكافحة سرقة وانتحال المعلومات عبر الحاسوب، وذلك في صالة الاجتماعات في قصر الشعب. ونظم هذا الاجتماع بتعاون مع وزارة الإعلام المكلفة بالبريد والاتصالات بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات، وتهدف هذه الدورة التأهيلية إلى مكافحة سرقة المعلومات عبر الحاسوب الذي يشهدها العالم، إضافة حماية البنية التحتية من النظم المعلوماتية في مكافحة سرقة المعلومات. وتستمر هذه الدورة لمدة 4 أيام، وقام بتنشيطها خبيران من المنطقة العربية وتحديدا المكتب الإقليمي الكائن في عمان، وذلك لصياغة نصوص قانونية للتفادي هذه السرقة المعلوماتية السهلة. وحضر هذا الاجتماع من عام لوزارة الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات والمدير العام لشركة جيبوتي تيليكوم وممثلي الاتحاد الدولي للاتصالات السيد أمين. صدر عن قمة مجتمع المعلومات عام 2003 وقمة تونس عام 2005 عددا من نقاط العمل، جاء من أهمها النقطة التي تعنى ببناء الثقة والأمن في استخدام تقنية المعلومات والاتصالات، واندرج تحتها مجموعة من البنود والمبادرات في مجال الأمن السيبراني. أوضح المدير العام لشركة جيبوتي تيليكوم بأن هذه الدورة التأهيلية التي استمرت 4 أيام تهدف إلى مكافحة سرقة المعلومات والتحديات التي تواجهها. ونحن نعيش اليوم في عام للعالم المعلوماتية، ونستخدم الحاسوب يوميا في الحياة المهنية وفي حياتنا الشخصية، ولا بد أن يكون هناك حماية للمعلومات. وفي مداخلة مقتضبة نوه الأمين العام لوزارة الإعلام المكلف بالبريد والاتصالات على أهمية هذه الدورة التأهيلية التي تهدف إلى تأهيل الفنيين في مجال الحاسوب، إضافة إلى مكافحة انتحال أو سرقة المعلومات عبر الحاسوب. وتستمر هذه الدورة التأهيلية لمدة 4 أيام. وأضاف أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تشكل أحد أولويات
احد الاليات الهامه للتنميه في افريقيا وخاصه في جمهوريه جيبوتي، والتي تتمتع بامتيازات في الجيوستراتيجيه والبنيات التحتيه لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ومن اهم اولويات الحكومه الجيبوتيه والسلطات العامه في اطار الاحتفال بالاسبوع الوطني والافريقي للشباب، نظمت امانه الدوله للشباب والرياضه مساء السبت الماضي في عرتا امسيه غنائيه نشطت من قبل الشباب الموهوبين الذين نجحوا في النسخه الاولى في هذا البرنامج الفني. شارك في هذه المناسبة أمين الدولة للشباب والرياضة سيد بدول حسن بدول، وحاكم منطقة عرتا سيد درر عبد الله درر، ورئيس المجلس الإقليمي. مدراء وزير وحان لين هذه رئيس المجلس الإقليمي بأمين الدولة للشباب والرياضة بحضور هذه الأمسية الثقافية والغنائية. بدوره قدم أمين الدولة للشباب والرياضة شكري لحاكم المنطقة ورئيس المجلس الإقليمي لاستقبال الحار الذي حظي به والوفد المرافق له. نظم المجلس الإقليمي لمنطقة دخل ورشة لتدريب حول الحقوق والواجبات اللاجئين، حيث شارك في هذه الورشة رئيس المجلس الإقليمي السيد عبد الرحمن يونس آري وممثل المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة ومسؤولي الضباط، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني وعيان المنطقة. وتهدف هذه الورشة لتوعية المجتمع المدني في المنطقة إضافة إلى القوات الأمن والحقوق اللاجئين وواجباتهم. في إطار المساعي الرامية إلى التضامن مع الأيتام القاطنين في منطقة دخل، ووفى فخامة رئيس الجمهورية السيد اسماعيل عمر جلي بوعده بتوفير الكهرباء للأيتام لمية منزل لحي الأيتام، وذلك في منطقة دخل. ويتكون حي الأيتام بمنطقة دخل من 100 منزل ومدرسة ومركز صحي. أدى واستفاد الأيتام من هذه الأعمال الإضاءة لإضاءة منازلهم، كما تم وضع 20 عمودا كهربائيا يعمل بطريقة الطاقة الشمسية. وقام رئيس المجلس الإقليمي وبرفقته مساعده ووالي منطقة دخل السيد يوسف علي ومهندس الطاقة الشمسية من الوكالة الجيبوتية للتنمية الاجتماعية السيد عبد الرحمن عوالي، قاموا بتفقد الأعمال الكهربائية المنتهية والمقامة من قبل شركة مشروع الكهرباء، كما حضر هذه المناسبة مدير الشركة السيد سليمان. ومن الأخبار الدولية، ائتلاف الحكم في ألمانيا لم يتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن طرق التعامل مع أزمة اللاجئين التي تعرقل البلاد. مزيدا من التفاصيل مع الزميل خضر علمي. الائتلاف الحاكم في ألمانيا لم يتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن طريقة العمل مع أزمة اللاجئين التي تعرفها البلاد. اختلاف في الرؤى تبين في اجتماع الأحد ببرين الذي جمع رؤساء الأحزاب الثلاثة للائتلاف الحاكم، وهي الاتحاد المسيحي الديمقراطي للمستشارة أنجيلا ميركل، حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري برئاسة هيرست سيرفور، وكذا الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يتزعمه سيغمار جابرييل. هذا الأخير صرح بعد الاجتماع قائلا: نعتقد أنه بمفهومنا يجب علينا معرفة من يأتي إلى بلادنا، من هم الناس القادمون وما هي وجهتهم، لابد من إلزامة
التسجيل لخلق نظام أحسن في ظل وضعية غير واضحة أحيانا. نعتقد أن هذا أفضل اقتراح مقارنة بالأفكار الغير الواقعية القاضية بوضع منطقة احتجاز للآلاف من الناس في الحدود. تصورنا يمتثل لحاجة المتزايدة لشعبنا من أجل إجراءات أكثر تنظيما. الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري يقترح تبني إجراءات أكثر صرامة كإنشاء مراكز عبور عند الحدود أو إقفالها كلية أمام اللاجئين. مقترحات لم تلقى قبولا حزب ميركل وغابرييل لتفشل المحادثات التي ستستأنف الخميس المقبل. هكذا سيدتي وسادتي تنتهي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الزميلة حواء محمد وفريق العمل، وإلى اللقاء في نشرة قادمة.